كنت خدت الترماي نزلني قدام البيت. ازاي بقى يا شيخ فتوح؟ بدل ما عطلك. مفيش عطله ولا حاجه. اطلع يا استاذ سيد على الجماليه. اللي حصل النهارده ما حصلش قبل كده. مرسوم ملك يعدل الوضع ما في الساعه. قول يصلح الوضع. انا كنت مصمم على الانسحاب. كده حافظت على مكانه الازهر ورديت الاعتبار. مكانه الدين يا شيخ فتوح مش مكانه الازهر. انا بصراحه حسيت النهارده ان الشيخ محمد المراغي حاجه تانية خالص، حاجه كبيره قوي. ولا انت كنت شايفني ايه قبل كده؟ مش قصدي يا شيخ مراغي. انت سايك ورا الندره، كل ما تلمعها تبان قيمتها اكتر. بارك الله فيك يا سيدي. استنى يا استاذ سيد، نلحق صلاه العصر في الزاويه اللي فاتت دي. اتفضل يا شيخ مراغي. اتفضل يا شيخ. سووا صفوف، فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه. الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الازهر. زي ما انتم. الشيخ المراغي، يا اهلا وسهلا. أهلاً يا سيدي. حلت البركات. البركه موجوده في بيت الله، مش مرتبطه بحد. تفضل صلي بينا يا مولانا. تفضل حضرتك، انت امام المسجد وانت شيخ الجامع الازهر. تفضل يا مولانا، ما تضيعش وقت. طب حضرتك اتفضل في الصف الاولاني. انا لا اتخطى الرقاب، مكاني حيث وصلت. تفضل حضرتك. مش ممكن كده يا مولانا. الصلاه يا سيدنا، وقت الصلاه. تفضل حضرتك. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. من ساعة واحدة قلبت الدنيا لما الوزراء سبقوك في القصر. الوقت في الجامع البسطاء هم اللي تقدموا. المعايير في القصر غير المعايير في المسجد. هناك الناس بمراكزهم في الدنيا، إنما في المسجد الناس بمراكزهم في الآخرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا هناك بقبلش الوضاعة، إنما في المسجد لازم أتواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. إيه مالك يا سليمان؟ حاجة عظمة قوي. العظمة لله، مالك بتبحلق كده؟ الجبه دي انا ما شفت زيها ابدا، حاجه قبها. كفايه يا سليمان كفايه، انت مش منفضه قبل كده؟ ما انا خايف يكون فيه شويه تراب يوسخوا الجبه القبها دي. عجبك قوي يعني؟ تدوبها في عرق العافيه. بقول لك ايه، احنا مش عندنا جبه ثانيه هنا في المكتب؟ ايوه مكويه وتمام. طب هاتها لي. حاضر. دي بقى للمقابلات الملكية. عندك حق يا سليمان. هات بقى نلبس الجبة اللي معاك دي. اتفضل. وخد دي بقى طبقها تطبيقة كويسة كده. حاضر. تعال هنا. رايح فين؟ هروح اشيلها في الدولاب. لا هاتها لي هنا. تعال. حاضر. الجبة دي عشانك يا سليمان. عشان انا؟ ايوه. هعمل بقى ايه؟ تلبسها. البسها ازاي يعني؟ يعني يوم اجازتك كده وانت خارج مع جماعتك تتعايق بيها وتلبسها فوق القفطان. وفضيلتك، انا اقدر اشتري واحده ثانيه. ما يصحش ابدا. وما يصحش ليه؟ هو احسن منك في ايه؟ مش عاجباك يا سليمان؟ خدها. ربنا يديك كمان وكمان علشان تدينا. طب وليه اللفه دي؟ ما تدعي ربنا على طول منك ليه وهو يديك؟ ما هو ربنا عودك يديك وانت تدينا، وان شاء الله ربنا ما يقطعش عوايده ولا انت تقطع عوايدك. ربنا يسمع منك. ست عيشة. السلام عليكم. اهلا وسهلا. انت فين يا مبروك؟ قطعتي مره واحده كده، انت زعلانه مننا ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، هو انا اسخركم عليا برضه؟ ده لولا الشيخ محمد كان زماني غرقانه في اللي انا فيه. ربنا يكافئه. طب عدي علينا ودي رايحه كده في سكتك للصلاه. ياها الصلاه، انا ما كنتش عدت بناحيتها خالص، ربنا تاب عليا منها الحمد لله. وفتحيه بقى بطلت راس؟ انا عارفه كان ايه اللي حصل لي. اهي كانت غمه وربنا زالها والحمد لله.
ربنا يسامحها بقى جارتي ام فؤاد، هي اللي غوتني. انا دلوقتي حالفه ما خدتش بره الحاره، يا دوبك اجيب طلباتي وارجع تاني. دي اخبار حلوه قوي. انا علم بنتي الرقص، انا عارفه كان ايه اللي جرالي. هو برضو الشيخ عبد المنعم السبب، انا قصدت عند معاه. صحيح العندي ولد الكفر. ربنا ينور لك طريقك. انا دلوقتي ما عنديش غير كتاب الله والصلاه، حتى فتحيه ابتديت احفظها القران. لو عوزتي اي حاجه عدي عليا على طول. انا ما عنديش غير طلب واحد بس، الشيخ عبد المنعم يسيب لي بنتي يتنزل على القضيه اللي رافعها. حاضر، هخلي الشيخ محمد يكلمه. هو كان زعلان عشان بتروح الصاله، الحكايه دي خلاص، ولو شافني طلعت بره الحاره يعمل اللي هو عاوزه. يا ريتك عملتي كده من زمان. ان شاء الله ملحوقه. انا قفلت المكتب وقعدت مع عبد المنعم ساعتين كاملين، مفيش فايده، مخه مقفول. عايز منها ايه بعد كده؟ انا في الاول حاولت اقنعه وردها وعفى الله عما سلف، قال لي لا انا ناوي اتجوز واحده تانية. ما يتجوز زي ما يتجوز، بس يسيب البنت مع مبروك. بيقول لي غلطتها ولازم تدفع ثمنها. اذا كانت رجعت عن اللي هي فيه ده ربنا بيسامح. التسامح والتعصب ما بيتفقوش يا هانم، وعبد المنعم ده طول عمره شديد التعصب. يعني خلاص فتحية هتسيب امها وتقعد مع ابوها؟ اهلا يا مرتضى، الحمد لله على السلامة. اهلا يا ما شاء الله. امال بابا وماما فين؟ مرتضى جه، مرتضى جه. لا 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 لا، انت مش عاجبني كده وخاسس ومش زي كل مرة. ولا خاسس ولا حاجة، الراجل قدامك زي الفل اهو. اهلا يا بابا، وحشتني قوي. ازيك يا مرتضى؟ الحمد لله. اخبار بورسعيد معاك ايه؟ تمام. والداخليه عامله معاك ايه؟ خدت ترقيه استثنائيه، ادوني الدرجه الخامسه. الف مبروك. عقبال ما اشوفك وزير يا رب. مش تقول لي يا ابني امبارح بس رفعت الرئيس مصطفى باشا النحاس مضى الحركه. وعارفين انك ابني؟ طبعا عارفين، الاسم في الكشف مرتضى محمد مصطفى المراغي. هذه الترقية اللي تعتز بيها. أنا في خلاف كبير بيني وبين حزب الوفد وحكومة الوفد، كونهم يرقوك استثنائي رغم الخلاف دي حاجة تحسب لك وتحسب لهم. درجة خمسة مرة واحدة؟ شفت بقى يا هانم، لما كنت تقولي لي اتوسط لمرتضى وأقول لك لأ خليه بعيد عني أحسن. حق ربنا، أنت عمرك ما اتكلمت له. أنا كان ممكن أنفعه في الأول، لكن في الآخر كنت حأذيه. اعتماده على نفسه هو المقياس الحقيقي للنفع والضرر. ست حالات ترقية استثنائية اللي في وزارة الداخلية، أنا منهم، والخمسة التانيين كلهم قرايب أقطاب كبار من حزب الوفد. كلهم يرقوك رغم الخلاف، هي دي القيمة الحقيقية. الشاعر بيقول والفضل ما شهدت به الأعداء. ده أنا جايب لكم معايا أكلة سمك جاهزة من بورسعيد. يلا يا ماما نتعشى. لا الكلام ده ما ينفعش، حلاوة الدرجة لازم تبقى حاجة محترمة. انتوا نواب الشعب وعليكم مساندة التنظيمات الشبابية اللي نظمها حزب الوفد. احنا جايين مخصوص نقابل دولة الباشا علشان الموضوع ده. التنظيمات دي اساسها تربية الشباب رياضيا ونظاميا للدفاع عن الوطن والمواطن، وزي ما اعلننا الشباب بتوعها هيبقى ليهم زي خاص قمصان زرقاء تميزهم. الشباب هو المستقبل ولابد من الاعتناء بيه، وانا تقديرا الى هذا الاتجاه هتبرع بقطعه ارض مساحتها 2 فدان ناحيه بهتين تصلح لاجراء تدريبات جماعه القمصان الزرق. اشكرك باسم الحزب على هذه المعاونه. وانا من ناحيتي هقدم 200 توب من البوبلين الفاخر المسبوق باللون الازرق لعمل قمصان لهذه التنظيمات الشبابيه. احسنت يا نجيب، هكذا يساهم رجال المال في دعم التنظيمات الشبابية للوفديين فقط. أنا جالي من يومين رجال من حزب مصر الفتاة وطلبوا مني أتواب من البوبلين الفاخر المسبوق باللون الأخضر، بس أنا رفضت أبيع لهم. هو إحنا نعمل تنظيمات القمصان الزرق يعملوا هم تنظيمات القمصان الخضر؟ المفروض يا باشا الحكومة تصدر قرار بمنع تنظيماته. أنا ما بحبش أمنع حد من حاجة إحنا خدناها. تنظيمات القمصان الخضر هتسقط من نفسها زي ما بتسقط أوراق الشجر. الوفد هو الحزب اللي بيستحوذ على الأغلبية المطلقة ويستند إليها. ده بفضل مبادئ سعد باشا زغلول وبهدي من قيادة
دولة النحاس باشا. شكرا شكرا يا نجيب. طيب نستأذن يا رفعت الباشا، لكن كونوا حذرين، في مؤامرات كتير من الأحزاب الأخرى بالتعاون مع القصر لإبعاد حكومة الوفد عن خدمة الشعب. إحنا نواب هذا الشعب والمعبرين عن إرادته، ولن نمكن هذه المؤامرات من أغراضها. في إيه يا نجيب؟ طلب بسيط يا دولة الباشا. أنا مربوط على المحلات بتاعتي 20,000 بطاقة لصرف الكاستور الشعبي لأصحاب هذه البطاقات. أيوة، يعني عايز إيه؟ نزودها يا دولة الباشا، يبقوا 50,000 بطاقة، ده لمصلحة المواطنين. مش كتير 50,000؟ أنا أصلي يا دولة الباشا عايز أتوسع في خدمة الجماهير. على العموم أنا هشوف الطلب دوت مع المختصين. قمصان الزر ما اعتدوا بالضرب على 2 من طلاب الازهر. طلاب الازهر هيجين معاهم حق، بس كده هيطلعوا بالوزارات على بره والناس هتتلم عليهم وهتبقى ثوره. وايه اللي مطلوب مني اعمله؟ ان فضلتك تكلمهم تهديهم. اهديهم بالكذب؟ انا موافق على كل اللي بيقولوه. انا لولا موقعي كنت خرجت معاهم في المظاهرات. انا خايف يتفهم من الكلام ده ان ده موقف من الازهر ضد حكومه الوفد. الأزهر ضد أي جهة تحاول الاعتداء عليه أو المساس بكرامته. جلالة الملك كلفني بتشكيل الوزارة الجديدة. ما هو ما كانش ممكن وزارة الوفد تستمر بعد المظاهرات اللي قامت ضدها وبعد الفوضى اللي عملتها تشكيلات القمصان الزر. دي حكومة داخل الحكومة يا باشا، اعتداء على المعارضين واقتحام المصالح والدواوين وفرض الرأي على الموظفين. أنا شايف يا معالي الباشا، بعد إذن معاليك، أول حاجة لازم تتم هي حل التشكيلات دي. أول حاجة تأليف الوزارة، والتشكيل اللي بقترحه محمد محمود للرئاسة والداخلية، إسماعيل صدقي للمالية، أما أنت بقى يا لطفي بيه فهتبقى معانا وزير دولة. أنا استقلت من الجامعة بعد خلافي مع الوفد وعايز أرتاح بقى بعيد عن المناصب. إحنا محتاجينك معانا في الوزارة. أنا كنت كمان هجيب معانا محمد المراغي وزير أوقاف، بس هو متمسك بموقعه كشيخ أزهر، عشان كده عايزين نحط محمد حلمي عيسى للأوقاف. المشكلة الحقيقية اللي هتواجهنا يا باشا هي الحصول على ثقة البرلمان. معظم أعضاء الحكومة هيبقوا من الوفد، لا يمكن البرلمان هيديهم الثقة. ممكن يطلع مرسوم بتأجيل انعقاد مجلس النواب شهر، وبعد كده يتحل خالص ونعمل انتخابات جديدة. انتخابات جديدة على اساس سياسة جديدة تحطها الوزارة بمجرد تشكيلها. سياستنا واضحة، تصليح اخطاء الحكومة السابقة، الغاء الاستثناء، وحل تشكيلات القمصان الزر. وما تنساش معاليك القمصان الخضر دي كمان بتاعت مصر الفتاة. كل التشكيلات شبه العسكرية هتبقى محصورة. عايزين تغيير شامل. ايوه، بس المهم ان احنا نلاقي البرلمان اللي سندنا. الموقف الدستوري هنلاقي له حل. مولانا ممكن يتسلى بالصور دي؟ ايه ده يا بتو؟ ده مولانا كتالوج في صور الفرقه النمساويه. دي فرقه من فيينا. اكسلنت. هيقعد شهر في الأوبيرش. أنا ماليش في الكلام ده يا بترو. إزاي يا مولانا؟ إزاي؟ مولانا بيحب بلده كتير وعايزه يبقى أحسن بلد في العالم كله. وده ماله بالصور دي؟ مولانا مصر لازم يبقى بلد الفنون. وهي الفنون يعني الرقص العريان ده؟ لا مولانا، فنون يعني موسيقى، يعني رقص أوبرالي، ولازم مولانا يشجع الفن ده. لا لا يا بترو لا. جد مولانا إسماعيل باشا عمل مصر زي أوروبا، عمل دار أوبرا وجاب فردي وعمل أوبرا مخصوص، العالم كله كان مبسوط كتير. لازم مولانا يشجع الفن ده عشان مصر تتقدم. أنا ملك مسلم يا بترو، ما يصحش أشجع الراقصات. زي مولانا
ما بيروح الجامع يصلي لازم كمان يشجع استعراض، وممكن كمان يروح الأوبرج يدي نشان للفرقة. دي فان فان لمولانا. الناس ما بترتاحش للكلام ده يا بترو. الناس بيحب فرفشة مولانا. الأوبرج كل يوم مليان ناس، ما فيش ترابيزة واحد فاضي. لما هتروح هتشوف بنفسك مولانا. مين قالك اللي أنا هروح؟ عشان مصر مولانا. انت بحب بلدك كتير وهتعمل اي حاجة عشان مصر يبقى راقي. وريني الكتالوج ده تاني اعرف بس الفرق دي شكلها ايه. انا مش عارف ابتدي ازاي. احنا كنا اتفقنا اننا نتعاون على حماية جلالة الملك من الفساد اللي حواليه. المشكلة يا شيخ محمد في الحاشية، بولي وبترو مجموعة من الاجانب كده ملهمش اي انتماء للدين ولا ولاء للوطن. هم اللي بيجروا الملك للمفاسد والملذات. انا نما الى علمي ان جلالة الملك بدأ يستجيب ليهم، وانه للأسف بدأ يتردد على بعض الملاهي الليلية وتعرف على بعض الراقصات. انا بصراحة خايف يستمرئ هذا الاتجاه. يا شيخ محمد، مولانا شاب اعزب لسه ما كملش 20 سنة، والاتجاه ده بيجد هوى في نفسه. يتحصن، ليه ما يتجوزش؟ الزواج يصونه. فعلا الملكة الأم نازلي كان رأيها كده برضه، وهي فعلا اختارت له آنسة فاضلة بنت يوسف ذو الفقار باشا. على بركة الله. بس المشكلة بقى إن جلالة الملك مش عايز. لا هو مش عايز، هو متردد أو متهيب الموقف. الملكة الأم بتحاول إقناعه بتعجيل الزواج، وعلى فضيلتك بقى تساعدنا. أنا؟ أيوة، هو بيحبك يا شيخ محمد وبيقدرك وبيتأثر بدروسك. يا رفعت الباشا، أنا ما أقدرش أفتح جلالة الملك في موضوع زي ده. أنا ما أحبش أتجاوز قدري أو أحط نفسي في مكان غير مكاني. لا، أنا قصدي يا شيخ محمد إنك تحاول توضح أهمية الجانب الديني في مسألة الزواج. أنا موافقك، بس إزاي؟ جلالة الملك أحيانا بيحضر دروسك الدينية، نرتب حضور جلالته في أحد المساجد، وتبقى دي فرصة لفضيلتك للحديث المناسب. إحنا جايين نعلن انضمامنا لحزب الأحرار الدستوريين على مبادئ سعد باشا زغلول، وخلف قيادة الزعيم محمد محمود باشا. بس انتوا التلاتة نواب وفديين؟ الرجوع عن الحق خير من التمادي في الباطل يا باشا. وإيه اللي خلاكم تخرجوا عن الوفد؟ الفوضى والفساد والمحسوبيات والاستثناءات يا باشا. أنا كنت من أشد المعارضين لتشكيلات القمصان الزرق لنشاطها المخالف للدستور والقانون. كمان الرطب والنياشين يا باشا اللي بتتوزع على المحاسيب وبيتحرم منها اللي يستحقوها، حد يقول كده؟ والمصالح والمنافع، المواد التموينية في بطاقات التموين كانت بيختص بيها التجار المستغلين ويحرم منها التجار الشرفاء. بس نعرف انك خدت نسبة من البطاقات دي يا نجيب. نسبة لا تذكر يا باشا، الغرض منها خدمة ابناء الدائرة. ارجو ان يكون موقفك بدافع المصلحة العامة. احنا ملناش هدف يا باشا غير خدمة الوطن على مبادئ سعد باشا زغلول، وعلى هذا الاساس هنرشح نفسنا في الانتخابات القادمة عن حزب الاحرار الدستوريين. سيبوا طلباتكم، وسوف تجتمع هيئة الحزب للنظر في طلبات الانضمام الجديدة. الزواج عبادة يستكمل به الإنسان نصف دينه. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله الزوجة الصالحة قد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لو لم يبق لي من أجلي إلا 10 أيام أموت في آخرها لتزوجت مخافة الفتنة. ده درس مقصود. دي مجرد صدفة يا مولانا. صدفة خير من 1000 ميعاد. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة، فتارة يذكر الزواج على أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتارة يذكر الزواج في معرض الامتنان، فيقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقد رفض الإسلام الامتناع عن الزواج ولو من باب التنسك والعبادة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه ده؟ ده شال كشمير أهدهولي الملك بعد ما عقدت زواجه. ده حلو قوي. حلو قوي الجواز نفسه كده، بقى الواحد ارتاح من ناحيته. ربنا يجعله جواز مبارك. آمين يا رب. اللي مريحني إن الملك كان مبسوط، حسيت كده إنه فرحان مش متورط. دي عروسته زي القمر، صورتها مالية الجرايد. هي مش اسمها صفيناس؟ ليه كاتبينها فريدة؟ غير اسمها، سماها فريدة. ليه؟ اسمي صفيناس حلو قوي. هو خد من أبوه الملك فؤاد التفاؤل بحرف الفاء. بس كويس إنه اتجوز بدري. هيعملوا احتفالات هايلة بالزواج، موسيقات شعبية في كل حتة، ومقادب للناس تاكل، وطوابع تذكارية، وهيعملوا تخفيضات على تذاكر السكة الحديد عشان الناس في الأقاليم تقدر تشارك. أصل الناس كلها بتحب الملك. جيت الحق يا هانم، أنا كمان بحبه ومنتظر منه الخير. الجواز ده خطوة كبيرة في الانتصار على الحاشية بتاعته، ما عادش سهل إنهم يغووه بعد كده. كان حقك يا شيخ محمد، قلت له ملهاش لازمة الحاشية دي. لا لا يا هاني، أنا ما أقدرش أقول له حاجة زي دي. الحاشية دول أصدقائه وموضع ثقته. يعني هنسيبه كده؟ أنا طمعان إن هو نفسه يكشفهم ويبعدهم عنه. أنت فين يا مولانا؟ من ساعة ما مسكنا الوزارة قطعتينا خالص. إزاي بقى؟ أمال إيه اللي حيشك عنه؟ مشاغلك كتيرة، أعباء الوزارة ومسؤولية الانتخابات. وإيه أخبار الانتخابات؟ والناس بتقول إيه في الأزهر وبره الأزهر؟ نتائج الانتخابات تتحدث عن نفسها. يعني إيه يا مولانا؟ يعني معقول الوفد ينجح منه 12 نائب فقط من 264 نائب؟ الله، فضلت الإمام بقى ليه اتجاهات وفدية ولا إيه؟ على رأي المثل، ما محبة إلا بعد عداوة. رأيي في هذه الانتخابات لا ينطلق من المحبة أو العداوة، أنا مع الواقع والصدق. الكل يعلم أن الوفد له شعبية كبيرة، إزاي تكون النتيجة بهذا الشكل؟ مش جايز الشعب غير رأيه في الوفد بعد وزارته الأخيرة؟ التغيير ما يبقاش في يوم وليلة. يعني أنت عايز تتهم الحكومة إنها زورت الانتخابات؟ أنا لا أتهم بدون دليل، لكن موقف الحكومة من الحرية والديمقراطية يثير الشبهات ولا يتفق مع مبادئ الدين. انت يا مولانا عايز تقحم الدين في كل حاجة. الدين يا رفعت الباشا جاء لتأكيد حرية الإنسان وطلبنا بالأخذ بالشورى في مسائل الحكم. طب يا ريت الشورى، الشورى دي أيسر حاجة في الإسلام. الحاكم بيسمع الرأي وياخد بيه أو ما ياخدش. إزاي بقى؟ الشورى في الإسلام غير ملزمة للحاكم، دورها إبداء الرأي وبس. مين قال كده؟ أبو بكر رضي الله عنه شاور أصحابه في حروب الرد فرفضوا دخولها، ولكنه خالفهم وحارب المرتدين. لطفي باشا السيد كسب الجولة دي منك يا مولانا. أمامنا مثال آخر أولى أن نأخذ به، وهو ما حدث في غزوة أحد. فقد كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة، ولكن أصحابه رأوا الخروج لمحاربة الكفار خارج المدينة، فالتزم بمشورتهم
خلاف ما كان يرى. مظبوط فضيلتك، الواقعة دي ثابتة. أولى بنا أن نأخذ من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن نأخذ من فعل أبي بكر. أنت ما حدش يغلبك أبدا يا مولانا. أنا اللي بطلبه نأخذ منهج الإسلام في ديمقراطية الحكم. حتى لو جه الوفد للحكم؟ لا ينبغي أن نرتب الأمر على ما نحب ونكره. الحمد لله أنك مرضيتش تخش معانا الوزارة، كانش في حاجة هترضيك. الانتماء الحزبي لا يتفق مع طبيعتي، أحيانا بيفرض علي ما لا أرتاح له. طب إيه رأيك، أنا عندي منصب يتفق مع طبيعتك وما أعتقدش أنك هترفضه. خير. أنا زي ما أنت عارف رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية، ومشغلي في الوزارة تمنعني أني أعطي هذا المنصب حقه، فإيه رأيك لو تمسكه حضرتك؟ لا أتردد في قبوله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ده مرسوم بالعفو الشامل عن بعض الجرائم اللي حصلت في عهد النحاس باشا، وده مرسوم بحظر الجمعيات اللي ليها تشكيلات شبه عسكرية. قمصان زرق وقمصان خضر، مفيش كلام من ده تاني. وده مرسوم بتخفيض فوائد الديون بنسبة 5% للمواد المدنية ولل... كفاية كفاية حسنين باشا، نشوف الموضوعات التانية بعد الظهر. ما هو سبق يا مولانا انك وافقت على ان الشغل يبقى الصبح والراحة بعد الظهر. هي فين الراحة دي يا حسنين باشا؟ ما هو جلالتك النهاردة لازم تروح نادي السيارات الملكي. اعمل ايه هناك يا حسنين باشا؟ الزعماء والاعيان بيصاروا هناك، وبرضو يا مولانا لازم تتعرف على الطيارات السياسية اللي في البلد. هناك بيلعبوا الورق وانا ما احبش اكبر حريتهم. دول بيتسلوا، ومع ذلك لما مولانا هيجي هيبطلوا، الا بقى اذا مولانا حب انه يتسلى معاهم. في الحالة دي بقى هتبقى جات على دماغهم، لان مفيش حد بيعرف يلعب ورق زي مولانا. البكرة والبوكر والكونكان، مولانا لما كان في انجلترا كان كل اصحابه بيعملوا حسابهم. ده كان زمان. مولانا عنده فراسة، بيعرف اللي قدامه جواه ايه، بيشوف في وشه الورق اللي معاه. انا دلوقتي مش زي الاول، الناس تقول ايه الملك بيلعب قمار، انا مش عايز صورتي تتغير. ده نادي مقفول ومحدش يعرف اللي بيحصل فيه، وبعدين ده مش قمار، هو مولانا عايز ياخد فلوس من حد؟ لا، ده تسالي تضيع وقت. لا 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 يا حسنين باشا، اللي تشوفه يا مولانا. ولا اقول لك نروح برضو نادي السيارات، نعرف ايه اللي بيحصل في البلد. فول داع فول اس. مولانا مش عايز يسيبكوا واحد الليله. الليله مفيش، يمكن بكره اديك فرصه يا باشا. الله، امال فين الشيخ عبد المجيد مفتي الديار؟ انت ما بلغتوش باجتماع النهارده؟ بلغته يا مولانا واعتذر. وكل اجتماع يعتذر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بعد ما انتهينا من مناقشة تطوير مناهج الازهر بنجتمع النهاردة عشان نشوف ايه اللي نقدر نعمله للمسلمين خارج مصر. العالم الاسلامي كله رامي تقله على الازهر وحاطط امال كبيرة عليه. في تقديري ان اول حاجة لازم نتصدى لها جمع شمل المسلمين وازالة الخلافات بينهم. ده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الفرقة والاختلاف، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. صدق الله العظيم. كده إحنا متفقين على الاتجاه. الخطوة الأولى إن إحنا نعمل على إزالة الخلافات المذهبية بين السنة والشيعة. لا لا، الشيعة دول لوحدهم خالص. الشيعة دول بيمثلوا قطاع كبير من المسلمين في فارس والعراق والهند، ولازم يبقى لنا دور معاه. هو احنا يا مولانا هنرجع الازهر لايام زمان لما بناه الفاطميين للمذهب الشيعي؟ لا، احنا مش هنرجع الازهر للشيعة، احنا هنرجع الازهر للمسلمين كلهم، يربط ويوحد بينهم.
والتقارب ده هيتم ازاي؟ اما انهم يتنازلوا عن معتقداتهم او نتنازل احنا بقى عن معتقداتنا. اساس الاسلام يا سيدي لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، ودي احنا متفقين عليها. وزي ما قلت قبل كده، مش معقول هتقوم الخلافات بيننا على قواعد البروتوكول نحط سيدنا ابو بكر قبل سيدنا علي، ولا سيدنا علي قبل سيدنا ابو بكر. يا مولانا، في حاجات جوهريه هم بيختلفوا معانا فيها، عصمه الامام وزواج المتعه. الخلاف لا يستوجب الصراع ولا يمنع العمل والتعاون المشترك. هم واخدين جنب ومش هيوافقوا على اي تعاون. ما افتكرش، ومع ذلك نشوف. انا بفكر ابعت رسائل لزعماء الشيعة في فارس والهند والعراق ونشوف رأيهم ايه. قلتوا ايه يا اخوان؟ نحاول، مفيش ضرر من المحاولة. هو ده الموضوع اللي كنت عايز اخد رأيكم فيه، مش عايز اعطلكوا اكتر من كده. تقدروا تتفضلوا. استنى انت يا شيخ عبد المنعم، عايز اتكلم معاك. انت عمال تجاهد عشان توفق بين الشرق والغرب، وعند مبروكه ومش عارف تحل مشكلتها. النهارده قعدت ساعتين مع عبد المنعم بعد الاجتماع. وايه النتيجه؟ ماما عايز تسيبها لامها برضه، واخد حكم بضمها ليه. ومبروكه ماشيه دلوقتي بما يرضي الله، ما يسيبها لامها بدل ما تقعد مع مرات ابوها. هو بيقول انه خلاص عدل عن فكره الجواز وهيقعد مع بنته عشان يربيها. امها قوي بيقول انا محتاجها وهي محتاجاني، وبعدين كلها كام سنه ويضمها بحكم السن. طب ما يسيبها كام سنه دول. انا اتفقت معاه كل اسبوع يسيب البنت تبات ليله مع امها، وهو هيوديها بنفسه ويرجع ياخدها. يفعل الله ما يشاء. المشكله دلوقتي في الست مبروكه، هتعيش ازاي لوحدها؟ مفيش حاجه تشغلها، والفراغ ده اخطر حاجه على الراجل والست. ربنا يتولاها. الحقيقة أنا عندي فكرة عايز أخد رأيك فيها. إحنا عندنا ضمن مشروعات الجمعية الخيرية الإسلامية هنعمل دار للأيتام. أنا بفكر أخليها مسؤولة عن الدار دي. دي ما تعرفش في الحاجات دي، دي على قدها قوي، دي لا تعرف تروح ولا تيجي. الحكاية مش محتاجة خبرة، محتاجة حنان طبيعي تديه للأيتام، وبعدين برضو ممكن تعلمهم مبادئ الدين. هي هتعرف تعلم؟ يعني عندها معلومات مش بطالة من أبوها وجوزها، وأنا ممكن أوجهها، وهو تنشغل بحاجة تاخد ثوابها وتنفع غيرها. زي ما يكونوا مستنيين الرسائل دي. كلهم رحبوا بدعوة الشيخ المراغي، أغا خان والشاعر إقبال وزعماء كتير من الهند وإيران. هو أصله لطريقة قوية جدا في الإقناع. الشعوب الإسلامية كلها جلالتك بتعاني من الاستعمار، وشايفة إن الاتحاد هو طريقها للتحرر. فعلا، لو العالم الإسلامي كله توحد هيبقى قوة يحسب حسابها. لو توحد العالم الإسلامي ممكن يطرح من جديد موضوع الخلافة. الخلافة ألغاها كمال أتاتورك؟ ممكن ترجع تاني، ومش ضروري تبقى في تركيا، ممكن تبقى في مصر. تجربة الملك فؤاد مع الخلافة ما تشجعش، سببت خلافات مع الحجاز والعراق. الموضوع ده بيعمل حساسيات. النهاردة في الحجاز في الملك عبد العزيز آل سعود بيعتز بجلالتك جدا، وما افتكرش انه يعارض ان الخلافة تبقى في مصر، اكبر دولة عربية وفيها الازهر منار الدين. احنا على العموم مش هنسبق الاحداث، احنا هنشوف اتجاهات الوحدة الاسلامية رايحة لفين ونتصرف على اساسها. وجود الخليفة من مقومات الوحدة ومظاهرها. المهم عندنا دلوقتي ان احنا نجهز العالم الاسلامي لقبول الخلافة. الانجليز طبعا والغرب كله مش هيرحب بالخطوة دي. النهاردة الغرب كله منقسم على نفسه، إيطاليا وألمانيا في جانب، وإنجلترا وفرنسا في جانب تاني. إحنا ممكن نستغل الخلاف اللي بينهم في الدعوة لإعادة الخلافة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا فضلت الإمام الأكبر. أنا قلت أجيلك يا سيدي مدام أنت مش عايز تجيلنا. يا سيدي دي خطوة عزيزة. يا أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا. فضيلة الشيخ عبد المجيد مفتي الديار المصرية،
ممكن أعرف ليه فضلتك بخصم الأزهر وقطعه؟ أعوذ بالله أنها تكون خصومة. هي إذا قطيعة، طب ليه ما بتحضرش اجتماعات المجلس؟ أصرحك يا شيخ محمد، أنا ما بحضرهاش حفاظا على المودة اللي بيننا. المودة لا تكون بالقطيعة يا فضيلة المفتي. يا شيخ محمد، أنت لك اتجاه أنا ما بقروش، وليك طريق ما حبش إن أنا أسيرك فيه. أهو ده الكلام الجد. إيه بقى اللي مش عاجبك فيا؟ لا لا، مش في شخصك لا سمح الله، في اتجاهك. يا شيخ محمد، أنا ما بيعجبنيش فيك إنك بتمتهن السياسة. وخليني أصرحك، لو دخلت السياسة في الدين ودخلت الدين في السياسة، الاتنين مع بعض هيفسدوا. أنا أولا وأخيرا عالم من علماء الدين. يبقى مالك بقى ومال السياسة يا شيخ محمد؟ أنت مرة بتؤيد الوفد المصري ومرة تعارضه، مرة بتناصر الأحرار الدستوريين ومرة تختلف معهم. حتى في أحاديثك الدينية تتناول سياسات الحكومة والقصر مرة بالتأييد ومرة بالمعارضة. معلش بقى يا شيخ عبد المجيد، إحنا كده نبقى مختلفين في معنى السياسة. السياسة عندي هي الاهتمام بأمور المسلمين ومصالحهم، وليس الانخراط في الأحزاب والجري وراء كراسي الحكم. ده كلام صحيح، بس المفروض إن علماء الدين لهم دائرة بيعملوا من خلالها. ما أمارسه في السياسة لا يخرج على هذه الدائرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليه الصلاة والسلام، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أمر المسلمين فيما يختص بدينهم، دينهم ودنياهم. يا شيخ عبد المجيد، أنا ما انضمتش لأي حزب من الأحزاب بالرغم من صداقتي بكثير من زعماء الأحزاب، وكم مرة رفضت الاشتراك في أي وزارة حتى أبتعد عن شبهة الحزبية. شوف يا شيخ محمد، أديني النصيحة، وإذا أذنت لي أقول لك: الأولى إنك توجه اهتمامك كله لأمور الدين والأحكام الدين، ومش لأي حاجة تاني. ما أفعله هو ما أفهمه من أحكام الدين، ومن جانبي هو ما لا أفهمه ولا أعترف به. لكم دينكم ولي دين. لا يا شيخ محمد، بل لنا دين واحد، لكننا نختلف في تفسير بعض أحكامه. عشان كده بقى يا شيخ محمد، أنا فضلت إني أسيب لك طريقك تكمل فيه لوحدك. أنا مقتنع بما أقوم به، وأرجو أن يصدق في قول القائل: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ده خطاب من سفير مصر في إيران. ادي لي الخارجية. ده مكتوب عليه شخصي لجلالتك. في بيني وبينه شخصي، افتح. هو موضوع خاص فعلا. الأمير رضا بهلوي ولي عهد إيران عاوز يخطب الأميرة فوزية. أختي؟